بسم الله. كشافات لمبات إضافية ورا، والله يا قوية. وما حد يكبسك من وراء، الله يعينه. وعز الله اللي بتعميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار والمشتركين الجدد، منورين قناتكم. طبعا جاي انا لصاله القياده الفارهه، جايبين لهم سياره تعتبر من النوادر، ما صنع منها الا 500 حبه فقط. الرابتر هذا شلبي، بنشوفه مع بعض الحين بدون تعديل، بدون تعديل اي شركه. شايفين كشكل كذا جاي من الوكاله والشركه، جاي بالشكل هذا، لكن فيه عندهم واحد اذا ودكم صوروا صوروا الديفندر هذا، تعديل خان. خلنا ندخل ونشوف السيارات. هذا الرابتر وهذا الديفندر، هذا تعديل خان. خل بعطيكم تشوفون السعر بس على السريع. هذا سعره 530,000، ديفندر 110، الموديل 2016، طبعا ماشي 22,000. هذا يا عيني حتى دركسول معدل. والله جميل ما شاء الله، طبعا كلاسيك بحت، انت عارفين الديفندر ما يحتاج. شوف التعديل هذا من ضمن التعديل الداخلي اللي معدله خان، شركة خان معروفة. يلا روح. حتى الأنوار عليها تعديل بعد. والله يا هو وحش ما شاء الله تبارك الله. لا والحلو انه غمار ونص، ما راح يصير طويل الموتر بزود يعني. هيبة 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 الموتر ما شاء الله. مقصات ما شاء الله، طبعا التعليق حقه اقوى وافضل من تعليق الرابتر العادي. تعديل هو تعديل شركة شلبي مع تعاون مع شركات ثانية، زي تعديلات اللي هي شركة باجة تعرفونها انتم،
حقين الراليات وحقين البقيات هذيك المعروفه اللي تجيك بس بدي وتلقاه تعليق كامل. تذكرون انا بحط لكم صور انا المعلوميه التعديلات هذيك حق شركه باجو والشركات المعروفه اللي بامريكا بعضهن تصل قياما الى مليون ريال. طبعا المعلوميه هذا مثل ما قلت لكم ما صنع منه الا 500 حبه، التعديل كامل على الخارجي وعلى المحرك بعد، والتعليق بعد تعديل كامل ومطور وافضل من اللي قبل. بتشوفون المساعدات الحين معي. طبعا بالنسبه للمكينه فهي 3.5 بقوه 525 حصان والعزم 610. العادي الرابتر العادي اللي بدون تعديل قوه الاحصنه 450 حصان والعزم 510، يعني فرق 75 حصان. بالنسبه للجير فهو 10 سرعات نفس الجير الرابتر العادي. ولو بتشوفون الحين بستعرضه معكم سوا، هذا مفتاح اول شيء في تشغيل عن بعد، وهذا حتى تقدر تفتح باب الحوض. بالنسبه للصدام الامامي والخلفي كلهم صدامات صب، شوف الادبار وين هنا، كله تقدر تشغله من عندك. وفيه اللي بالحوض تقدر تتحكم في مستواه، ترفع وتنزل. نشوف الحين مع بعض. ما شاء الله تبارك الله، والله يا هو وحش. مو هذا خاص بس للبر، هذا شوف انا خاص للرالي اكثر بعد، يعني ما راح يردوا شيء ما شاء الله. شوفوا خلو اوريكم المقصات، شوفوا حجم المقصات ما شاء الله. التعليق كامل يختلف عن تعليق حق الرابتر العادي، لانتم عارفين في مقصات تبدا مقاسات معينه وقوه معينه وفئات معينه وحتى مساعدات بعد. وبالنسبه للطقاق الفرار حق المساعد، وبالنسبه للمساعدات من هنا الفرار تقدر تتحكم بقساوه وليونه المساعد. شايفين من هنا، شوفوا ما شاء الله. وهنا عندك بعد اللي هو كشاف الضباب، بس حاطينه لك الادبار. الموتر رعب صراحه. شوفوا حجم القصات، وبوريكم الحين هذا في صاجة تحت بعد أكيد. وبالنسبة للكفرات فهي بوف قدرش K2 اللي تجيك الدعسة والجنب نفس قوة بعض، وهذا مقاس الكفر 35X على 12.50، الجنب 18. هنا الكوب حق الجنب شعر شلبي، كليبرات باللون الاحمر من شلبي بعد، 600 ميل. طبعا شوفوا المضخات حقت مساعد ما شاء الله، وهذا شكله مع الجنب. شوف الحجم ما شاء الله تبارك الله، قمار ونص طبعا، اللون فضي. دواسة بعد اوتوماتيك تشوفونها الحين. طبعا قبل لا نروح مع الجنب ورا ووريكم، ما خلصنا من قدام توين تيربو. شوفوا غطى الخطين، وهذا فتح حق التهوية للمكينة. راح نشوف المكينة الحين مع بعض، خطين جيات بالنص ما شاء الله تبارك الله. وهذا شكله مع الجنب. السعر عشان ما انساه، هذا سعره 650,000 2018 رابتر شلبي. في قبل فتره قبل سنه صورت عندهم F150 شلبي 700 حصان، طبعا هذاك F150 لكن هذا F150 رابتر، فعشان تنتبهون تشوفون الفرق. شوفوا ما شاء الله، هنا بعد شعار الاسم حق السياره شلبي رابتر مع باجة، تعديل الشركة أكثر من شركة قلت لكم ضمنهم باجة مع شلبي. شوفوا ما شاء الله مساعدات حجمهم كيف، هذه السسة، وهنا بعد مضخات اللي هو حقت الزيت، شوف كبرها ما شاء الله، شيء شغل جبار صراحة. شوف الدفرنس بس كبر حجم الدفرنس، هذا واضح لكم ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله. بوريكم الحين باب الحوض، طبعا من ورا اسطبات الايدي اكيد، هذا شكل من ورا اللمبات الكشافات شفتوهم قبل شويه مشغلين السياره. هذا الصدام الخلفي صب بعد، عاد هذا قطع حقات الهوك، ومخرجين الشكمان اللي ورا اثنين. هذا
هذا باب الحوض، كاميرا خلفية أكيد. شوف في زي مساعد ما ينزل على طول، وسبيرين فوق، والحوض ملبس مع إضاءة بعد. ما شاء الله تبارك الله، شوف القواعد حقت السبير شلون مثبت، حديد اللي ماسك سبير، لأنه حجم سبير، لأن سبير يكون ثقيل، فمشتغلين لك شغل احترافي صراحة. شوف شوف حتى اسم السيارة شعاره هنا وهنا. هذا مساعد حق البار، الحين بنشوف الليد بار مشغله لكم، تشوفون شلون طريقته يرفع تنزل. وفي بعد طريقة حقت السلم حق الباب. يلا هنا عندك هذا حق السلم، اعتبر عشان تقدر تصعد بالحوض لان الحوض مرتفع، تنزله بالشكل هذا، وهذا اللي تتكي فيه زي العصا. شايفين؟ تسحب، ايوه ايوه، بعدين تقدر تصعد بالطريقة هذه. شوف بس ثابت وقوي، واضح ما شاء الله تبارك. التسكير سهلة، شوف بالطريقة هذه قطعتين ترجعه بمكانه بسهولة. وهذا اعتبه أو الدرج، شوف بس قضينا، تسكر باب الحوض بالشكل هذا. بس بوريكم الحين شلون طريقة الباب. هذا الزر حق الباب، شايف هنا تنزل وترفع، الحين بتشوفون شلون طريقة. هذا هو البار منزله لاخر شيء، الحين نرفع. شوف نوره وين؟ فوق البار، شايفينه؟ تقدر تتحكم فيه. شوف شوف تقدر تتحكم مستوى حق البار، نور البار تنزل وترفع، شايفين؟ كله عن طريق زر عندك قدام. شوف الحين بخليه ينزله، عجبني اكثر شيء ليش تنزيلة البار؟ لانه مرتفع عن سقف التندة، والحين دي اماكن مواقف تحت مبنى او تحت اي مكان او سوق بيكون مرتفع، المكان ضيق حق النزول، بغيت تدخل السقف يصير نازل يعني، هذا بس تنزله وينزل لك تحت. ثلاث البار اللي ورا هنشوفه الحين، ما شاء الله تبارك الله. لمبات بكل مكان، يعني هذه تحتاج متى بالبر اكثر شيء. بالنسبه لصرفيه الوقود فيمشيك اللتر 8.9، الماكينه 3.5 6 سلندر، الدواسه مثل ما قلت لكم اوتوماتيك. طبعا المفتاح في تشغيل عن بعد، حتى باب الحوض تقدر تفتحه بالاوتوماتيك بعد، ومجرد ما تقفل الزر هذا تضغط على الزر هذا اللي تحت اللي عليه 2 اكس مرتين وراح يشتغل. شوف الحين وإذا بتطفيه تضغط بعد الزر حق التشغيل يطفي. بس طبعا الدواسة اوتوماتيك، مجرد ما تفتح الباب راح تفتح لك. شوف جيك بالشكل هذا، فيها إضاءة بعد، وهذه الداخلية. هنا كاربون فايبر باللون الأسود الغامق مع ذاكرة تخزين مراتب، قفل مركزي، وكرسي كهرب مراتب جاي باللون الأسود مقلمة باللون الأحمر مع شعار شلبي رابتر. فتحة هذا الشكل الداخلي، تخشيب كامل كربون فايبر، تحكم بالنور حق المرايا، وهنا حقت الدعسه، وهذا حق اللي شغل الليد بار اللي فوق، وهذا دركسون تحكم زر التحكم، عندك بعد فيه مثبت سرعه، وهذا تقصير وتطويل، وهنا بلاتوث، وهنا التصغير حق دركسون. هنا الشاشه، خلنا نركب نصور لكم الباقي. بس قبل لا اركب خل بوريكم تكايه على اشعار شلبي مع حامل اكواب، وهذا الجير بعشر سرعات.
عندك هنا مساحة تخزين بعد. التخشيب كامل كارمون فايبر هنا. لو تلاحظون الدعسات عندك هنا رياضية. وهذا ستارت نقول بسم الله. تطريز حتى جايك باللون هنا بعد اللون الأحمر جاي بنص هنا بدركسون. شايفين دركسون هنا كامل كارمون فايبر. فيزر حق المنحدرات وعندك أربع كاميرات وتقدر تتحكم بالزاوية تختار الزاوية اللي تبيها. الكاميرا أمامية طبعا أوريك من كاميرا خلفية. هذا الكاميرا خلفية. أنا تمنيت بشكل عام سيارات فورد الكاميرات عندهم ودي لو دقتها أعلى من كذا أفضل من كذا. نافيجيشن وتقدر بعد تنزل تطبيقات. وهذا النافيجيشن وهذا مكانك القائمة الرئيسية. هذا الرادو وعندك هنا تحكم بالمكيف شو مستقل السواق والراكب. وهذا حق التلفون وهذا السيتنج حق الشاشة والقائمة الرئيسية واي فاي وهنا الاعدادات اللي هو الشاشة وبلاتوث وحقة الساعة. شوفوا رجع لكم من ورا الطبلون نفس طبلون الرابتر العادي سرعة 220. تقدر تتحكم فيه من وين من هنا. حكم شارح لكم من قبل الرابتر فما ودي اتعمق بالموضوع. هنا يا طول العمر اعدادات كاملة كلها خاصة بالسيارة. واللي فوق هذا حق الحرارة والبنزين وحرارة حقة الجير والار بي ام على اليسار. شوفوا التخشيب الكربون فايبر حتى جاي هنا بالنص داخل. تبديل الشفتر شايفينه جاي بحجم كبير. وهنا بعد وهنا الدبل الثقيل والدفلك وهذا حق المقطور اللي ورا. وهذا تتحكم بالشاشة وهنا تتحكم بالمكيف وفي تسخين وتبريد المراتب. طبعا هنا تخشيب كله كربون فايبر جايك. هنا مساحات تخزين مع مخارج USB. وهذا الجير بعشر سرعات. هذا التنبيه خروج المسار. طبعا كان مواصفاته فل كامل. وهذا حامل حق الكورب. هذا شعار الفئة شلبي رابتر باجة. والله يا هو شعار بعد ما شاء الله. هنا الدرج مساحة كبيرة جاية وبتجو بالشكل هذا. وفي مخرج 12 فولت. جهة الراكب فيه اللي هو القفل المركزي. وعندك هنا اسم الفئة وهنا درج. بس هنا خلصنا. طبعا هنا الإضاءة حقت السقف والحقت الفتحة وهذه الأزرار حقات الليدبار والكشافات والإضافات اللي أنت تقدر تحطها. شغلها بالطريقة هذه. شوفوا ما شاء الله. بس بوريكم الحين الصف الثاني. وبالنسبة للباب الثاني فتقدر تفتحه من وين. شوفوا ما في مقبض حق باب ورا. من وين تفتحه من هنا. الشكل هذا. بسم الله. هذا الباب الثاني. حتى ورا فيه تخشيب كربون فايبر بعد. هذه مراتب مقلمة باللون الأحمر مع الأسود جاية كامل. يعني لا بس تعتبر مساحة لا بس تأخذ ثلاث أشخاص. وهنا مخارج حقت المكيف وفي بعد مخارج 12 فولت. في ثلاثي مخارج USB وهذا حق حامل الكوب. طبلون من ورا. هذه الفتحة وهذا بعد ما فتحت الأبواب كلها.
وبالنسبة للمكينة فهي 525 حصان توين تيربو. شوف هذه 6 سلندر بحجم 3.5، العزم 610 نيوتن. هذه المكينة تيربو. بس خلصنا، بوريكم النور. بس شغل لكم النور تشوفونه الحين. هذا الواطي، هذا الواطي طبعا، وهذا العالي. هذه الكشافات ما شاء الله تبارك الله، الدبار واللي فوق. شوف معليش عميتكم يا الغالين. انا اللي والله نعميت صدق ما شاء الله. كشاف الضباب حاطينه لد بعد. الشمس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خلاص هذا اللي وراه، هذا فليشر باللون الاحمر، هذا الريوس، اللمبات كلها LED. بس سلامتكم الغالين، ارقام ومحسباتهم كلها تحت في الوصف. في امان الله وحفظ الكريم.